هذا سائل يقول: ما الحكم في مبلغ قد كمل النصاب ودار الحول عليه هذا الشهر، مع العلم أنه قبل شهرين أخذ مقدار 4 فيه ثم أعدته والآن كامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المبلغ إذا كان تمله سنة 12 شهر من حين ملكته عندك، زكي، تخرج ربع العشر منه. نعم.